اسمحوا لي ان انا اعطي الكلمه لجلاله الملك عبد الله، فليتفضل. شكرا فخامه الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الامين. اخي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصحاب الجلاله والفخامه والسمو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة لاجتماعنا في هذا الوقت الصعيب العصيب من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها نحو الهاوية. اسمحوا لي أن أتوجه بالحديث بالإنجليزي إلى أصدقائنا من أوروبا والعالم الموجودين معنا اليوم، فرسالتي لهم: My friends, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is how Muslims and Arabs greet others, with a wish for the other to be blessed with peace and the mercy of God. Our region came with a message of peace. The Pact of Umar, issued at the gates of Jerusalem almost 15 centuries ago, more than 1,000 years before the Geneva Conventions, ordered Muslim soldiers not to kill a child, a woman, or an old person, not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. Those are the rules of engagement that Muslims must accept and abide by, as all those who believe in our common humanity, all civilian lives matter. My friends, I am outraged and grieved by those acts of violence waged against innocent civilians in Gaza, in the West Bank, and Israel. The relentless bombing campaign underway in Gaza, as we speak, is cruel and unconscionable on every level. It is collective punishment of a besieged and helpless people. It is a flagrant violation of international humanitarian law. It is a war crime. Yet the deeper the crisis cuts of cruelty, the less the world seems to care. Anywhere else, attacking civilian infrastructure and deliberately starving an entire population of food, water, electricity, and basic necessities would be condemned. واضح للقانون الإنساني الدولي إنها جريمة حرب، ومع ذلك كلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا. ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء والمياه والكهرباء والاحتياجات الأساسية، وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورا. وهكذا كان الحال فعلا في الفترة الأخيرة في صراع آخر، لكن ليس في غزة. فقد مر أسبوعان منذ فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، ويستمر مع ذلك الصمت الدولي من غالبية البلدان. ولكن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين. وتطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان. هذه رسالة خطيرة جدا، وعواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا. أصدقائي، لا يمكن أن ندع العاطفة تملي علينا كيفية التعامل مع هذه اللحظة. فأولوياتنا اليوم
واضحة وعاجلة. أولا الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين انسجاما مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي. ثانيا إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة. ثالثا الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا. أصدقائي، هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا وصلنا السير على هذا الطريق المرطخ بالدماء، ونحن جميعا ندرك ذلك جيدا أنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس. وبينما تقوم إسرائيل اليوم بتجويع المدنيين في غزة حرفيا، فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل. وعندما يتوقف القصف لن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن هذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. ويتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين. وعلى القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا وبشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم. على مدى السنوات 15 الماضية رأينا كيف تحولت أحلام حل الدولتين وأمال جيل كامل إلى يأس. هذه سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة التي بنيت على الأمن بدل السلام وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق. وفي هذه الأثناء تسببت بتمكين المتطرفين من الجانبين، ولكن لا يمكننا غض النظر عن هذا الصراع باعتبار حله بعيد المنال من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين. إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف. من واجبنا كمجتمع دولي أن نفعل كل ما هو مطلوب لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين. إن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين فلسطين وإسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر. لقد حان الوقت للعمل بجدية. شكرا لكم.